السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في الدرس الماضي أتممنا ولله الحمد والمنة قصة صالح عليه الصلاة والسلام، وسنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل عليه السلام. يقول بعض العلماء أن اسم إبراهيم يعني معناه أبو الرحيم، وهو في الحقيقة هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من بعد إبراهيم إلا كان من ذريته، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. اسم الأب، اسم الأب آزر. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نعم، ورد ذكر أب إبراهيم في القرآن الكريم. نعم. اللقب، اللقب لقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بخليل الله وأبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، وكذلك قالوا عنه عليه السلام أنه أبو الضيفان. وسيأتي مناقب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو أفضل أولي العزم على ما ذكر بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيما نعلم والله أعلم لم تثبت الخلة لأحد إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وسبق معنا أن من الخطأ أننا نقول على ما يقول بعض العوام، وهذا من الجهل، أن بعض العوام يقول أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله عليهم الصلاة والسلام. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذا تنقص لحق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول أن إبراهيم هو خليل الله ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو حبيب الله. لا، تقول الخلة ثبتت عندنا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن درجات المحبة ثلاثة: محبة، هذه أدنى درجة، وأعلى منها الود، وأعلى من الود الخلة. ما معنى الخلة؟ الخلة يعني تملك سويداء القلب، يعني القلب مملوء بمحبة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يدخل أحد. ولهذا قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله، وكذلك إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. نعم. الخلة إذن فيما نعلم لم تثبت لأحد إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفيه معتقد أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وإياكم منهم، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. كان أمة قانتا لله حنيفا. لو تقرأ من أول الآية. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم عليه السلام كان أمة، أمة يعني إماما يقتدى به. والأمة في القرآن تأتي ويبينها السياق، ولها أربع معاني، تستطيع تذكرها لي يا شيخ سعود؟ طيب. الأول الأمة بمعنى الإمام كما في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما يقتدى به، هذا الأول. الثاني الأمة تأتي بمعنى الجماعة من الناس، الطائفة.
ومنه إن هذه أمتكم أمة واحدة، كذلك في قوله عن موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس، والأمة تأتي بمعنى الزمن. وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني تذكر بعد أمة يعني بعد فترة والزمن، والأمة تأتي ويراد بها الملة والدين. نعم نعم الأمة، إن إبراهيم طائفة و والإمام وجماعة والجماعة و والذكر أظن هذه هي الثلاث، لا أربع معاني. الأول بمعنى الإمام يقتدى به كما في إبراهيم عليه السلام، والثاني بمعنى الطائفة وقلنا فوجد عليه أمة من الناس يسقون، وبمعنى الملة والدين. الملة والدين الدليل من يعرف؟ هاشم، إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة ودين. والرابع الزمن، وادكر بعد أمة يتذكر بعد فترة وزمن. طيب إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، يقتدى به في ماذا؟ قال في الآية مذكور يقتدى به في ماذا؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها، قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها. طيب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الإخلاص، حنيفا مقبلا إلى الله مدبرا على الشرك، وهو إمام الحنفاء عليه السلام، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا فيه البراءة من الشرك وأهله، يعني دائما يرجع للتوحيد ويبتعد عن الشرك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، قال شاكرا لأنعمه، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وليس الإشكال في حال الضراء، لأنه في الغالب في حال الضراء تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الإشكال كل الإشكال حال السراء، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. تمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. إذن نقتدي بإبراهيم عليه السلام في هذه الأمور الستة. نعم، قال مهنته، مهنة إبراهيم عليه السلام ما هي؟ مهنة الخليل عليه السلام مهنته ما هي؟ أصبر أنا أسألهم. نعم، مهنة إبراهيم ما هي؟ مهنة البناء، بنى الكعبة، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المقام الذي قام عليه الخليل ببناء بيت الله الحرام جعله باقيا إلى يومنا هذا. كانت الأصنام تعبد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة والأحجار وكذا، وحمى الله سبحانه وتعالى هذا المقام من أن يعبد من دون الله. وقال بعض العلماء أن الأقدام التي قامت لله يبقى أثرها إلى يوم القيامة، والتي تقوم لغير الله هذه تذهب. نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم، إذن هو بنى الكعبة عليه السلام، وساعده في هذا البناء إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. نعم، زوجاته، إبراهيم عليه السلام تزوج بسارة، وثم بعد سارة بهاجر.
سارة ولدت له إسحاق وبشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني ستظل وتبقى في الحياة وترى ابنها إسحاق وأنه نبي، وثم بعد هذا ترى يعقوب عليه السلام وهو نبي، إذن عليهم الصلاة والسلام. إذن يعني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر فيها من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يذكر فيها هو عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، وكل أنبياء بني إسرائيل هم من بني إسرائيل. من هو؟ هو يعقوب عليه السلام. إذن كل أنبياء بني إسرائيل ينسبون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الفرع الثاني إسماعيل، وهو جد لنبينا عليه الصلاة والسلام، والعرب العاربة والعرب المستعربة هم من ذرية إسماعيل ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فعندما لم يقم بني إسرائيل بحفظ هذه النعمة وشكرها، وما قاموا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأشركوا وقتلوا الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، انتقلت النبوة والرسالة من الفرع الأول إلى الفرع الثاني. نعم. من فضائله، من فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفضائل كثيرة جدا، بل هو أكثر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ذكرا في القرآن بعد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ذكرا في القرآن. بل قال السيوطي رحمه الله، يقول كاد القرآن أن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام، ذكره كثير في القرآن. وثاني الأنبياء ذكرا في القرآن هو إبراهيم الخليل عليه السلام، بل سميت سورة باسمه. ونحن الآن في الصلاة، في الصلاة في كل صلاة نذكر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نذكر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونذكر إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال من فضائله، يعني ليست للحصر. نعم. وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب. نعم، ذرية إبراهيم عليه السلام ذرية مباركة، دعا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه، ومن فضائله أن مستجاب الدعوة، وما جاء نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من ذريته ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، هو إمام الحنفاء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على ملة إبراهيم عليه السلام، وقلنا أن دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو دين واحد، لا يوجد شيء اسمه يهودية ونصرانية وكذا، ملة واحدة وأمة واحدة ودين واحد وإسلام واحد. نعم. ذكره في القرآن، ذكره في القرآن، ذكر في القرآن عليه السلام في 69 موضعا في 25 سورة، بل سميت سورة في القرآن باسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. صفاته الخلقية، صفات إبراهيم عليه السلام، هو أشبه الناس بمن؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه من ذريته عليه السلام. وعلى رواية أنا لا أدري عن صحتها، أنهم عندما خرجوا وأخذوا يتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أثر لقدم، فجاء رجل من هؤلاء أهل القافة الذين يعني يتتبعون الأثر، ونظر في هذه القدم قال والله إن هذه القدم لمثل القدم التي عند البيت، يعني مقام إبراهيم عليه السلام. نعم. والله أعلم. دينه دين الأنبياء واحد. إخواننا، هذا أمر لا يمكن لأحد أن يشكك أهل الإسلام فيه. إن الدين عند الله الإسلام، دين إبراهيم ودين موسى
وعيسى وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد. لا أحد يقول الأديان السماوية، هذا افتراء. كيف يقول أديان؟ دين واحد، من السماء جاء دين واحد من الله سبحانه وتعالى، دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، لا يوجد شيء يهودية ونصرانية وما إلى ذلك. نعم. قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المقبل إلى الله المدبر عن الشرك. بعض الناس تراه يمشي يعني يكون في رجليه انحناء للداخل، يعني يمشي هكذا رجليه تدخل للداخل، هذا يسمى إيش؟ أحنف. وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك، هذا الحنيف. نعم. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كتابه، كتاب إبراهيم عليه السلام ما هو؟ نعم. صحف إبراهيم وموسى. الصحف، وسيأتي معنا إن شاء الله في قصة موسى عليه السلام أن موسى بعث إلى أمتين ونزل عليه كتابين على قول، التوراة والصحف، ونزل على إبراهيم عليه السلام الصحف. نعم. أذن بالحج، هو أول من أذن بالحج ونادى. ونحن الآن عندما أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغني وإياكم الحج والعمرة في صحة وعافية يا رب، عندما نأتي في الحج وفي العمرة وعندما نأتي مكة، أكثر من تتذكر من؟ إبراهيم الخليل عليه السلام. عندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. إجابة لماذا؟ لنداء الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر الخليل عليه السلام أن ينادي الناس لحج بيت الله الحرام، وأوقع الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد محبة هذا البيت. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نعم. إذن هو أول من أذن ونادى الناس لحج بيت الله الحرام. نعم. الثناء عليه في القرآن، الثناء عليه في القرآن كثير، تقدم معنا بعض الآيات ويبقى منها: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم. وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام، يعني تمم كل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ولو تنظر في قصة إبراهيم عليه السلام منذ أن نشأ عليه السلام وهو ينادي بالتوحيد وينذر عن الشرك، بدأت حياة إبراهيم عليه السلام بالابتلاءات، صحيح أو لا؟ أي نعم. في أول الأمر عندما تكلم على الأصنام، صح؟ أي نعم، هذا الأول. لأن الشرك يقول العلماء الشرك إما أن يكون في عبادة الأصنام أو في عبادة الكواكب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد في من يعبد الأصنام، هذا في أول أمر عندما كان في العراق، وعندما كان في أرض الشام على ما يقول مثلا كذا، دعا من يعبد الكواكب. وبدأت دعوة إبراهيم عليه السلام بالابتلاءات، ثم بعد هذا جاءت البشارات، صحيح؟ نعم. هذه واحدة. الثاني
الله سبحانه وتعالى أعطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وتلك حجتنا. أعطى الله سبحانه وتعالى حجة في المناظرة. ولهذا إخواننا ما يمكن، لا يمكن والله أن ننسب لأي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الشرك والكفر، لا أكبر ولا أصغر، والله ما يمكن. عصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر. فلا يمكن أن تقرأ أو تسمع عندما يقول بعض الناس أنه يعني ظن في الكوكب كذا وكذا، هو يريد يحاج هؤلاء، يبين لهم ضلال عبادة الكواكب. وهو قبلها، قبل ما يحاج في عباد هؤلاء الكواكب، كان يناظر هؤلاء وكسر الأصنام. نعم. طيب قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد يا رب، آمين. نعم. أهم آياته، أهم آيات إبراهيم عليه السلام. نعم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقال أن هذه الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى نجاه عندما ألقاه هؤلاء في النار، والله سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ونجاه الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ما آمن أحد عندما رأوا هذه الآية، ما آمن أحد إلا لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا تذكر مع قصة إبراهيم عليه السلام قصة لوط عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا موضع مهم ولابد التنبه له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. يعني من يقول أن إبراهيم شك في قدرة الله نحن من باب أولى. إذا ما شك ولا نشك نحن، نسأل الله يثبتني وإياكم، هل شك في قدرة الله؟ لا والله، لم يشك في قدرة الله طرفة عين. لكن على ما يقول العلماء أن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم يقين وعين يقين وحق يقين. علم يقين نؤمن بوجود الجنة أنها موجودة، هذا علم يقين. يوم القيامة ترى الجنة بعينيك، تحول علم اليقين إلى عين يقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، أدخلنا الله سبحانه وتعالى الجنة من فضله، أصبح الآن إيش؟ ها؟ عين حق اليقين، علم يقين وعين يقين، صار حق يقين الآن. تمام. الأب يقول لولده انتبه لا تلعب ترى أعطيك عصا، هذا إيش؟ علم يقين. وعندما يجيب العصا عين يقين، لأن رأى العصا الآن. تمام. وإذا أعطاه صار إيش؟ حق يقين. تمام. إذن قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني ما شك في قدرة الله. لو يقول أحد أنه شك في قدرة الله معنى هذا حتى يتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو أحد قال أن إبراهيم عليه السلام شك، إذن نحن من باب أولى، لأننا نعتقد أن إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام، كيف يشك في قدرة الله؟ صح. حتى في الآن هنا في السياق، هنا في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية شك الذي مر، نعم
شك أو لا؟ تأكد سعود، تأكد. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. بعدين آخر الآية إيش قال؟ قال أعلم أن أعلم أن، ما شك إذا، مفهوم؟ مشكلة أخواننا تمر علينا بعض الآيات ويأتي بعض المشككين وبعض المرجفين وبعض يعني ما يقال عنهم هذا الحقين اليوتيوب، نسأل العافية والسلام. ما شك في قدرة الله. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن تقل من علم اليقين إلى عين اليقين. تمام. أمر الله سبحانه وتعالى، هذه الآية آية من آيات إبراهيم عليه السلام، سوف نمر الآن على الآيات ويأتي الدرس القادم، لأنه ما يكفي يعني حلقة واحدة لقصة إبراهيم عليه السلام. نعم. وفديناه بذبح عظيم. الخليل عليه السلام قلبه مملوء بمحبة الله، فعندما شب إسماعيل وأصبح يمشي مع أبيه، الآن ممكن محبة هذا الولد تزاحم محبة من؟ محبة الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أراد الله أن يبتلي الخليل حتى يعلم هل الخلة كما هي أو بدأت محبة إسماعيل تدخل تزاحم، مفهوم؟ رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل. طيب ممكن هو يعرف أن رأي الأنبياء حق، لماذا لم يأخذ السكين ويأتي إسماعيل نائم ومع السلام؟ صحيح؟ لا، أراد ألا يفجع إسماعيل، لأنه ممكن إسماعيل عليه السلام ينظر إلى أبيه يأتي معه السكين يقتله، يتفاجأ من هذا الأمر، واحد يهيئ لهذا الأمر. الثاني أراد أن إسماعيل عليه السلام يشارك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في هذا الابتلاء. فلما قال إيش؟ فلما أسلم، أسلم يعني الاثنين استسلام كامل لله، صح؟ إذن الابتلاء هنا حصل المطلوب أو لا؟ حصل المطلوب، قلب الخليل مملوء بمحبة الله، قدم محبة الله على محبة الولد، أراد أن يذبح إسماعيل. وكذلك إسماعيل عليه السلام هو الوحيد الذي في القرآن قال الله سبحانه وتعالى عنه إنه كان صادق الوعد. صادق الوعد، كيف صادق الوعد؟ طب كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صح يصدق في وعودهم، ما يمكن، لأن المنافق هو الذي يخلف الوعد، صح؟ لماذا صادق الوعد؟ لأنه قال لإبراهيم عندما قص عليه الرؤيا، قال له إيش؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، وقال بعدها ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صبر، إذن صادق الوعد. تمام. فعندما هذا أيضا يعني من فضائل إبراهيم عليه السلام. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قلنا في أول الأمر كانت ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ثبت هذا الخليل عليه السلام، ثم بعد هذا جاءت البشارات. نعم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نعم، هذا المقام قلنا حماه الله سبحانه وتعالى، وبقي والصلاة عند المقام سنة ما لم يعني يشق على الناس. نعم. أهم قصصه، أهم القصص التي وردت في قصة إبراهيم عليه السلام. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذا في أول
شيء حدث مع إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع أبيه، وأنه يعني توعد هؤلاء بالتحطيم. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذا مما أتاه الله سبحانه وتعالى من الحجة والبيان والفصاحة والمناظرة. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. نعم، قلنا في أول الأمر هذا القسم الأول من الشرك نسأل العافية والسلامة، من يعبد الأصنام. القسم الثاني من يعبد الكواكب. نعم، رأى كوكبا، وبعض علماء التفسير يقول رأى الزهرة. نعم، قال هذا ربي. نعم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لأنه إذا كان يعني الإله والرب يذهب، إذن هذا معناه أنه قد يحتاج في وقت ولا يجده. نعم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا من التدرج معهم حتى يتفكروا في هذه. أول الأمر قال لا أحب الآفلين، وهنا دعا أيضا، يعني رتب الآن المناظرة معهم. نعم. ثم الثالث قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. نعم، بيّن لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد وحده لا شريك له. ومن الفضائل في أول الآيات هذه ماذا ورد يا شيخ سعود؟ في أول الآيات أن الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عليه السلام يرى ملكوت السماوات والأرض. نعم، حتى يكون من الموقنين، يعني لا يشك طرفة عين في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الكواكب وهو المستحق للعبادة للكواكب. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا إبراهيم عليه السلام مع النمرود، هاجر، خرج إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام وأرض فلسطين، ثم بعد هذا خرج إلى مصر. ويعني في كل موضع من هذه المواضع يكون هناك ابتلاء ومناظرة. نعم، النمرود قال بعض العلماء أنه ملك أكثر الأرض، وعلى ما يقولون أن ملك الأرض أربعة: سليمان عليه السلام وذو القرنين، هؤلاء من المسلمين. من الكفار النمرود وبخت نصر. قال عندما يعني قال له إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، لأنه يدعي الألوهية. تركه إبراهيم عليه السلام ولم يناظر في هذا، بل أتى بحجة أعلى من الأولى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنا عندي سؤال، لماذا لم يقل النمرود أنه هو الذي أخرج الشمس من المشرق، وقال يا إبراهيم مثلا عليه السلام
اجعل الله سبحانه وتعالى يخرجها من المغرب. لماذا ما استطاع النمرود أن يقول يرد عليه؟ صح أو لا؟ مو في الأول قال أنا أحيي وأميت؟ قال فإن الله يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب في الثانية ما استطاع، ليش؟ أقول أوقف، بارك الله، لأنه لو قال هذا لقامت كل الأمة على النمرود، قالوا يا كذاب قبل أن تولد الشمس تخرج من هنا، هذا أمر واضح لا شك فيه لا مرية فيه، قبل أن يولد نعم النمرود كانت كيف أخرج؟ كذاب، صحيح؟ فبهت الذي كفر، ولهذا يقول أنه أخرج إبراهيم عليه السلام. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعم، هي أرض فلسطين وأرض الشام على ما يذكر العلماء رحمهم الله. نعم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هذا الآن من الآيات أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، ولا ينقطع عن مكة الماء واللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة، قال اللهم اجعل بالمدينة ما جعلت بمكة من البركة، أو اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وإن إبراهيم دعا لمكة، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة. نعم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نعم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتقدم معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة تفصيل. نعم، درس القادم بإذن الله. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. يقول يعني هنا القصص التي وردت في قصة إبراهيم عليه السلام، أنه جاء الملائكة الذين أمروا بعذاب الذي كان على قوم لوط عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي معنا هذا مفصل في قصة لوط عليه السلام. نعم. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. نعم، وهذا فيه كرم إبراهيم عليه السلام، وقلنا هو أبو الضيفان، وأيضا أنه ما عرف هؤلاء، ما عرفهم لأنهم جاءوا في صورة بشر. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لماذا ضحكت؟ ها، من يعرف؟ ما السبب؟ لا، قبل، لا قبل، قبل البشارة ضحكت ثم جاءت البشارة. نعم، يقول أول ضحكت ثم بعد هذا جاءت البشارة. لا، في أمر هنا. ضحكت لأنها فرحت بهلاك الظالمين، وهذا أمر مهم لابد نتنبه له، خاصة في هذه الأيام. من ينادي اليوم بهذا الأمر الذي كان عليه قوم لوط عليه السلام من إتيان الذكران وغير هذا، سيرد بإذن الله تعالى معنا، والله أعلم. أخواننا، لا يكفي هذا الدرس لإتمام قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاملة، لكن أشرنا إلى بعضها، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون زيادة تفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.